السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي آلاء عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض روتين تنظيفات الشتاء بإذن الله. هنبدأ كده فيها واحدة واحدة. لو قدرتي تعملي كل يوم حاجتين تلاتة هتبقي خلصتي وأنجزتي بإذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوني. اول حاجة عملتها لما رجعت من توصيل الولاد للباص بتاع المدرسة، دخلت على المطبخ على طول. بصوا انا ابتديت بالمطبخ لان هو مش محتاج حاجات كتير، احنا كنا لسه عاملينه قريب في تنظيفات الدولاب من جوه، ودي كانت اهم حاجة بالنسبة لي. فالتلميعات البسيطة اللي من بره هي اللي هتكون اخر حاجة ان شاء الله هعملها، خصوصا ان احنا مرتبين الدواليب من جوه وحوريها لكم لسه بنظامها لحد دلوقت وكده الحمد لله يعني. بعدين انا كنت لسه برضو في فيديو قريب عاملة معاكم الاجهزة بالتفصيل كلها، الغسالة والبوتاجاز والتلاجة كمان، فالحمد لله كل حاجة تمام جدا. الميكرويف هو اللي لازم كل اسبوع مثلا انضفه، لكن اكتر من كده الحمد لله. والبوتاجاز طبعا ايدينا فيه يوميا، فانا كل اللي هعمله النهاردة ان انا هلمع الدواليب بتاعتي من بره والدرف من جوه بس، يعني الدرف بس. بصوا ده مخلل الخيار اللي احنا عملناه امبارح، وهبدأ بس الاول قبل ما اشتغل ان انا اجهز المنظفات بتاعتي. البخاخات اللي انا دايما بستخدمها لقيتها خلاص هتخلص، فقلت بقى ابدأ اعبيها وكده، فانا هستخدم الجلاسي اللي هو بتاع الازاز وهعبي البخاخات بتاعتي زي ما دايما بعمل معاكم، وحبيت اعملها معاكم بالتفصيل بقى المرة دي. هستخدم حاجات كتير يعني تعتبر موجودة في اي بيت، مش هجيب منظفات مخصوص. اولا ملمع الزجاج ده مفروغ منه، ده بس عشان الازاز والمرايات. تاني حاجة انا هعملها هو البخاخ ده اللي هو فيه مية بديتول، انا بس هزود الكمية. المية بالديتول دي يا اما بمسح بيها الارضيات عادي، يا اما بمسح بيها يعني اي حاجة تتكب مثلا، بتبقى ريحته وتحسوها كده فيها تطهير، لكن هو يعني طلع زيه وزي اي حاجة، والصابون يمكن شغال احسن منه، بس هو عندي منه كمية فاكيد هستخدمها يعني مش هرميها. فحطيت حاجة بسيطة قوي من الديتول وهكمل بقية البخاخ مية. انا بملى البخاخات دايما بمية الفلتر، مية الفلتر عشان ما يكونش فيها شوائب تسديني الاخرام بتاعة البخاخ نفسه. تمام. البخاخ التاني ده بقى انا هعمل فيه ايه، هحط فيه واحد هحط فيه مية بصابون، وواحد هحط فيه مية بال اسمه ايه ده، معطر. المعطر ده برضو بستخدمه ساعات في مسح الارضيات، برضو بيدي ريحة حلوة قوي، هوريكم المعطر دلوقت. انا زودته مية بس، وهحط حاجة بسيطة برضو من المعطر ده، معطر مركز بيجي من بتوع الكيماويات، وساعات دلوقتي بلاقيه عند بتوع المنظفات برضو، ده بريحة الخوخ. الازازه دي مش غاليه، تقريبا ب20 جنيه حاجه زي كده، بس هي كبيره بتاخدوا حاجه منها بسيطه قوي يعني قد برضو غطا الازازه كده معلقه مثلا. هو مركز جدا على فكره، فريحته قويه، فكل ما تخففيه كل ما يديكي ريحه مقبوله. ده كده تاني بخاخ معايا برضو، ساعات بستخدمه اطهر بيه او سوري اعطر بيه مدخل باب الشقه، وساعات بعمل بيه يعني تعطير كده بعد ما بخلص فرش، او لو غيرت فرش الملايات او كده، بس مش بحط على المفروشات. تالت حاجة او الاخير بقى معانا هو المية باي مسحوق عندي، بس انا بحب استخدم الجل، بيكون سهل قوي في ان هو يدوب، برضو مش هحط كتير. ده بقى بستخدمه في تنظيف اي حاجة، سور البلكونات بتبقى عايزة تنظيفة كويسة مش مجرد مية وخلاص، لانها عندي بتلم تراب فظيع، وبحط كمان شوية خل معاهم وبعد كده مية. ده برضو بستخدمه في اي حاجة، وساعات بنضف بيه كمان الرخامات بتاعة الترابيزات اللي بتبقى في الشقة عموما، وبعد كده بمسح بفوطة مبلولة مية، بتنضف معايا حلو جدا. فمش لازم ابدا ان انتوا تستخدموا اللي هو الجلاسي او منظفات وملمعات الزجاج وكده، بس هو عشان عندي برضو هستخدمه. كده منظفاتي كلها جهزت وما خدتش معانا وقت خالص زي ما انتوا شايفين كده، فمش لازم بقى كل حاجة في البيت عندنا نجيب لها منظف، ودي دايما اللي بقول لكم عليه. بقالي فترة بعمل كده بصراحة، يعني ما بجيبش حتى ملمع الارضيات اللي بيتباع مخصوص والكلام ده، انا بعمل كل حاجة في البيت اهو ما فيهاش اي حاجة. جمعتهم بقى في المنظم ده عشان يعني اخد المنظم مرة واحدة مع الحاجة، مبقاش رايحة جاية في الشقة ادور على ده والبخاخ ده، فانظمهم احسن. هبدأ بقى بالدرف اللي فوق، فعشان ما تنقطش على الرخامة وعلى الغسالة والتلاجة فرشت قماشة كبيرة كده بحيث ان اللي ينقط ينزل عليها، فاهمين؟ بس الدواليب اهي بقى وهبدأ اشتغل ان شاء الله.
حبيت اوريكم التنظيمه بتاعه الدواليب زي ما هي. تقريبا انا عاملاها معاكم من اسبوع او 10 ايام حاجه زي كده في الروتينات. واول ما جبت طلبات الشهر ابتديت ان انا انظم الدواليب ولمعتها من جوه ونظفتها، وهسيب لكم برضو الفيديوهات دي في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا لها، لان كانت فيديوهات تنظيفات كتير ورا بعض، هسيبها لكم برضو باذن الله. دي الدرف زي ما هي رصيتها، في حاجات بس اختلفت هنا لكن يعني بنفس التنظيم ونفس الاولويات في الاستخدام. ودي الدرفة اللي انا حاطه فيه برضو جزء من الاجهزه والخزين بتاع الاكل كله اللي انا بسحب منه واحطه في الدرفة اللي جنبي دي. فالتنظيمه الحمد لله على قد ما اقدر انا محافظه عليها. هبدا بقى بالدرفة دي. بس بصوا دي اللي فوق الثلاجه على طول، فانا فرشت الفوط دي، دي مش بستخدمها غير في يعني حاجات بسيطه قوي، وفيها يعني بفرشها كده لو انا محتاجه حاجه حفيها تراب او بهدله كتير، فهي دي بتاعت الكلام ده، فاهمين. المهم ان انا فرشتها على التلاجة عشان طبعا ما تنقطش على التلاجة بالشكل ده. فاول حاجة هعملها من جوه الدرفة ان انا هلمع الازاز. المشكلة في الدرف الالوميتال اللي فيها جزء ازاز بيكون يعني بلمع الدرفة نفسها او الالوميتال نفسه بحاجة والازاز بحاجة تانية عشان الازاز ما يجيرش وعشان لمعته تبان. فده بس اللي بياخد معايا مجهود شوية، ان انا المع الازاز تلميعه كويسه قوي عشان يبان برضو زهوته في الاخر. اما بقى الالوميتال نفسه من جوه انا مش هعمله، يعني هو تقريبا معمول، بس من بره بقى مطرح ما بنمسك المقابض ومطرح ما بنمسك الدرف لو شغالين في حاجه، او مثلا ممكن تكوني شغاله في المطبخ وبتطبخي سريعا ومثلا عايزه تجيبي علبه ملح ولا حاجه، بتضطري انك تمسكي الدولاب بطرف صبعك ولا مش عارفه ايه، فبرضو بيعمل اثر على الدواليب. وعلامات الصوابع حتى لو نظيفة برضو بتأثر، الحاجات اللي بتلمع دي هتلاقوها دايما حساسة لعلامات الايدين او لأي حاجة يعني بتيجي فيها، عشان كده لو ما تلمعتش ما بتبانش حلاوتها. اول ما تلمعي دواليب المطبخ بتاعتك هتحسي ان الدولاب يعني بقى زي الجديد كده بينور حواليكي وفتح نفسك لانك تقفي في المطبخ. فانا اللي عملته ان انا لمعت الاطار اللي هو الالوميتال اللي حوالين الازاز كويس قوي بالميه والصابون بالبخاخ اللي فيه ميه ومسحوق، بشيل كمان اي علامات عليه. بعد كده بمسك البخاخ بتاع الازاز وبعمل الازاز كويس قوي من بره ومن جوه زي ما قلت لكم. لكن لو انت بقى عندك الدرف بتاعتك كلها الوميتال على بعضها بتبقى اسهل بكتير، بقى هي تلميعه بحاجه واحده وانتهينا. بس المهم قوي بالنسبه لي ان انا اركز عليه الاكر، اكر الدرف او الدواليب او اسمها ايه دي الادراج، بتكون برضو من الحاجات لو بالذات هي معدن زي كده بتبقى عايزه تنظيفه كويسه قوي ومسحه بعدها عشان ما تصديش. فبحرص دايما انها تبقى ناشفه وايدي كمان ناشفه لما باجي بمسكها، لان مره على مره يعني سنه على سنه والحاجات دي يعني المفروض ان هي معمره وتقعد معانا سنين، فعشان تعيش اكتر وتبقى بلمعتها وبكل نظافتها لازم تكون ايدك ناشفه والحاجات اللي بتستخدميها في الاخر تنشفيها في الاخر. طبعا انا واقفه على كرسي المطبخ عشان اطول كل اللي انا بعمله ده، هو الدولاب اللي عندي تعليقته مش عاليه قوي فعشان كده يعني وانا واقفه على الكرسي طايله كله، لكن انا لو على الارض مش هطول طبعا كل ده، فبعمل بقى اللي بقدر عليه طول ما انا واقفه كده. والحاجات يعني زي ما انتم شايفين الموضوع مش صعب، انت بس لو جزأتي الحاجات اللي وراكي في اليوم على كذا يوم، مش يعني بلاش نعملها في يوم واحد. بس انا انجازا للوقت بصراحه ما صدقت الولاد نزلوا المدرسه والمدارس فتحت والكلام ده، قلت بقى ابدا بتنظيفات الشتاء. انتوا عارفين احنا في الشتاء بنبقى قاعدين يعني خايفين نحط ايدينا في الميه الساقعه، فبستغل بقى الكلام ده بصراحه قبل ما الشتاء يدخل علينا الدخله الجامده، خصوصا ان اسكندريه ما عندهاش رحمه في الموضوع ده. انا خلصت كل الدرف اللي على نفس الصف ده، ودي كانت اخر درفه اللي هي بتاعه المطبقيه، نظفتها كويس برضو وانا واقفه. وكده انا خلصت الدرف اللي فوق، فاضل لي الدرف اللي تحت والمشابك بتاعه الاكياس هي دي اللي انا بحطها في العلاقه بتاعه الدرج. بص بقى الدرفه اللي عندي تحت الوميتال كبيره لحد اخر الحيطه، فهي دي اللي انا حاطه فيها الحلل، عشان كده يعني حد سالني ما وريتيناش ليه درفه الحلل، درفه الحلل هي اللي تحت تحت الحوض، فحاطه فيها كل الحلل والصواني والكلام ده وممتده من اول الرخامه لحد اخرها لجوه بقى وجنب الغساله لجوه، وفيها ترابيزه من جوه متقسمه فعليها الحاجه فوق وتحت. المهم ان انا الالوميتال الجرار ده بيبقى بشع في المطبخ، عايز اقول لكم بيلم ميه لانه تحت الحوض على طول، هو ما بينقطش عليه بس برده بيجيله ميه.
وكمان فتافيت اكل وغير التراب، فتلقوا الدنيا تحت في الجرار يعني بتسود معرفش ليه. فكل فترة برضو لازم اعملها، اولا عشان الجرار يمشي كويس، ثانيا عشان النظافة، يعني منظره بيبقى صعب قوي. فهي ضرفة كبيرة كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا الاكرة برضو بعملها وبعمل الاطار بتاعها، والرخامة اصلا زي ما انتوا شايفين كده بارزة شوية عن الدولاب، فمغطية الدولاب يعني مفيش مية بتنزل مني من الحوض عليه، بس عشان طول ما هو في المطبخ برضو معرض ان هو يتبل. بصوا انا هنا سبت اللي في ايدي ودخلت حضرت الحاجات اللي هنزلها المغسلة. كان زوجي قال لي ان الراجل في المغسلة جاي عشان ياخد، كنت عايزة اغسل لحاف وبطانية التقال جدا، يعني اكتر حاجة تقيلة عندي هم دول اللي انا هغسلهم. غير كده انا بغسل طبعا الدفايات والكلام ده في الغسالة اللي عندي في البيت، بس الحاجات التقيلة بصراحة انا ما عنديش مقدرة ابدا ان انا اغسلها، خصوصا البطانية عندي تقيلة جدا، واللحاف ده يعني عشان نصه شعر ووجه منه اللي هو الفرو ده، والوجه التاني بيكون فايبر، ده برضو مش بعرف اغسله في البيت، بخاف ان انا ابهدله كده، فبنزلهم للمغسلة. حضرتهم وزي ما انتم شايفين هم برصتهم من ساعة نشيطة خالص، كنت عملت معاكم فيديو قبل كده عن ترتيب غرف النوم، وبلفهم رول بالشكل ده فوق بعض، والبطانية بقى تحت لانها تقيلة قوي زي ما قلت لكم، ودي الستائر الخفيفة اللي انا مش بفرشها في الصيف، فالبطانية حطاهم تحت خالص وفوقيها الستائر برضو طلعتها. بصراحة حضرتهم واستنيته يجي خدهم. طلعت على البلكونة اللي هي بشعة جدا زي ما انتوا شايفين كده، كلها تراب، لان الشارع عندي يعني اول ما هلمعها لقيت ملت تراب تاني في ساعتها. المهم ان انا طبعا اخدتها كنسل، ان ما ينفعش امسح بمية على تراب، انا اللي هتبهدل طينة وكلام من ده، فقلت اكنسها وكمان امسح السور، بشيل التراب اللي عليه الاول بفرشة كده، بعد كده بمسح بقى باي بخاخ عندي مش هتفرق، هو هينشف في ساعتها لان الشمس زي ما شايفين كده ضربة في البلكونة جامد. انا عملتها بالبخاخة اللي فيها مية وديتول، لان عايز اطلع السجاد على السور، طبعا لا يمكن اطلع السجاد على السور والبلكونة بالشكل ده، فلازم اخد لها كنسة ومسحة واطلع السجاد، ولما ان شاء الله بقى اجي افرش وادخل السجاد برضو هديها كنسة ومسحة تانيين، لان السجاد هينزل تراب تاني وفتافيت والكلام ده. المساحة دي عشان سألتوني عليها، دي مساحة انا مش عارفة اسمها بصراحة، بس هي مساحة كان ليها اسم زمان مش عارفة، اللي هي فيها يد بتعصريها كده لما تحبي تتخلصي من المية اللي فيها. بس المساحة دي انا جايباها من بتاع منظفات عادي، وكانت عاملة ساعتها 99 جنيه، يعني 100 جنيه تقريبا، فمش عارفة بقى بصراحة، هي اسعارها مش عالية يعني، وموجود منها اشكال كتير واحجام كمان، وبيجي لها غيار، يعني بتشتري لها الغيار اللي تحت ده لو حبيتي انك تغيري. بدأت بقى بالليفنج، والمهم قوي وانا بنظف ان انا بشتغل من بره لجوه زي ما انتوا شفتوا كده، يعني امسك البلكونات الاول انظفها عشان لما اطلع السجاد، السجاد ما يتملاش تراب من البلكونة اكتر ما هو. فده المبدأ اللي انا شغالة بيه، انظف شقة من بره لجوه، وحفرش السجادة على وشها زي ما انتوا قلتولي برضو عشان ما تجربش من الشمس. اتصدقوا انا ما كانش في بالي خالص موضوع انها تجرب من الشمس ده نهائي، رغم ان الشمس عندي في البلكونة دي حامية جدا، وفعلا بتخلي الهدوم لو نسيتها على المنشر تجرب، وما جاش في بالي ابدا ان السجادة ممكن تجرب. حطيت بقى السجادة على السور ودخلت على الريسبشن عشان احط بقية السجاد، هوزعه على البلكونتين، لان انا كنت نظفت البلكونتين بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه ده، بس البلكونة بتاعت الريسبشن يعني مش بعرف اصورها قوي، لان في ناس حواليا كتير ساكنين، يعني العمارات بقى جنبي وكده، عكس بتاعت الليفينج الناس يعني العمارات على مسافات. طبعا اليوم ده بيكون شاق جدا على اي ست، بس يعني لما بشتغل لوحدي بيكون اسهل عليا لما يكون الولاد معايا، الولاد لما بيكونوا في البيت يعني بضطر ان انا اسيب اللي في ايدي اكتر من مرة عشان مثلا البي طلباتهم، فاهمين ازاي؟ فده اللي بيفرق معايا، بس عشان كده انا بحب اشتغل وهما في المدرسة اكتر، فبنجز الوقت، عشان كده انا ما عملتش تنظيفات الشتاء قبل الوقت اللي احنا فيه. ودخلت بقى كنسة الليفينج، طبعا برضو كل حاجة بديها كنسة، لكن انا مش همسح الشقة غير لما اجي افرش، انا بس هكنس التراب والمه، وان شاء الله اول ما اجي افرش بقى والسجاد يتنضف
هبقى امسح الاول بعد كده افرش. وكذلك الصالة برضو طلعتها واخدت الترابيزة دي، عايزة اقولكم شلتها بالعافية، انا مشلتهاش على فكرة، انا جريتها، فبرضو بتبقى تقيلة بسبب الرخامة. واخدت السجادة اللي تحتها وبرضو هنشرها على السور بتاع البلكونة التانية. خلاص كده حطيت السجادتين وتقريبا كل السجادة عندي كده على المنشر، ما عدا بقى بتاع الاوض او غرف النوم وكمان الطرقة. بتاعت الطرقة انا مش يعني مش بحطها على السور كتير زي ما قلت لكم قبل كده، عشان بخاف انها تطير لانها قبل كده طارت مني، فانا كنت لسه عاملاها معاكم برضو قريب وكنت حطها على السور ونضفتها. كل اللي انا هعمله ان انا هكنسها كويس قوي من التراب وهنفضها في مكانها وهسيبها على جنب لحد ما اجي افرش. فزي ما قلت لكم هي سجاده او مشايه الطرقه ما بتلمش تراب كتير، هي حواليها بس هو اللي بيبقى فيه تراب. واخدت بقى الصاله كلها او الريسبشن كله كده كنسه زي ما انتم شايفين. انا اخيرا او مؤخرا يعني خصصت مكنسه للبلكونات ولبره باب الشقه، ومكنسه تانية للسجاد بتاعت السجاد ناعمه شويه عشان يعني ما تاثرش عليه وتطلع التراب الناعم اللي احنا مش عارفين نوصله. الخشنة او مش الخشنة يعني هي اسمك شوية، هي دي اللي انا مخليها للبلكونات. شنت كل كراسي السفرة زي ما انتوا شايفين كده وكنست حواليها وتحتها، هرجع كل حاجة مكانها كده. الشقة عندي بقت نظيفة بس ما فيهاش سجاد، تمام كده لحد بس ما انضف واخلص تنظيفات اللي ورايا، لان في حاجات كده بتبقى صغيرة لازم اخلصها قبل ما الشتا يدخل، لاني ما بعرفش امد ايدي فيها بصراحة في السقعة والمية كتير والكلام ده، اللي هي زي اسمها ايه دي، الحيطان، حيطان الشقة او الاوض بالذات او الطرقة كمان اللي الولاد رايحين جايين يمسكوها وحطوا ايدهم عليها، طالعين من المطبخ داخلين الاوض، الكلام ده بتبقى متبهدلة، بالذات اللي تحت الاكباس بالشكل ده كده الولاد على طول ايدهم فيها، داخلين الحمام بالذات ايدهم مطرحة اكل، بنتي بالذات يعني الصغنونة دي مش طايلة قوي تفضل تتشعبط تتشعبط وايديها تمسح في الحيطة لحد ما تعرف تفتح النور. فالدنيا حوالين الاكباس بالذات عندي بتتبهدل، فكل اللي انا بعمله ان انا بمسك البخاخ بتاع المية بالصابون وفوطة ناشفة وببدأ امسح حوالين الكهرباء، طبعا من غير ما ابخ خالص على الاكباس نفسها، حواليها بس، وبعد كده بمسح بالفوطة لو الكوبس مطرحه حاجة او مدهن او عليه اثر لاي اكل وبمسحها، وبتبقى نظيفة بالشكل ده. باخد معايا كمان الحيطان لحد تحت، ان دايما تلقوا الحيطان عندكم لو عندكم اطفال الحيطه من تحت هي اللي متبهدله على حسب طولهم، فتمشي بقى انت كده على الحيطان طول ولادك، المسافات اللي هي على طول ولادك هتلاقيها متبهدله، صوابع وعلامات ايدين، ما يضرش كمان لو تلقي علامه قلم. فكل ده اللي انا بعمله، بمسح الحيطان من تحت. اللي فوق ده بقى ما بيجيش جنبه خالص، ما بيكونش متوسخ اصلا، غير مثلا لو هعمله بالزعافه او حاجه زي كده. برضو الاكباس التانية كلها زي بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، يعني بالذات بتاعة النور واللي جنب الحمام واللي الولاد بتستخدمها اكتر حاجة واللي في اوضتهم. انا مش بستخدم الياف خشنة، هي يعني الدهانات اللي عندي ما بتحتاجش غير فوطة وشوية مية بصابون. شايفين العلامات اللي بكلمكم عنها، هي دي بقى بتبقى بشعة بجد، يعني لما تبقي بصة على الحيطة كلها من اولها لاخرها وتركزي قوي هتلاقي علامات صعبة جدا. عايز اقولكم ان ابني وهو صغير مروان كان مرة لقيته بعد ما خلص اللي عمله، يعني شفت الطرقة بطولها ماسك القلم اللي هو بتاع الالوان الشمع وماشي بطول الحيطة طول ما هو ماشي، يعني انتوا عارفين انا لقيت خط بطول الحيطة كده لحد اخر الطرقة لون من الوان الشمع، وكان ماسك لونين مع بعض كمان. فالدنيا انا اول ما شفته كنت مصدومة جدا، فبصراحة مسحتها بمية ومعجون اسنان، بصراحة طلعت على طول بجد، كان سحر، ما كنتش مصدقة ان هو بيطلع. بس اللون الاحمر بقى اللي عندي ده مش عارفة هو من ايه، اولا ثانيا مش راضي يطلع باي شيء من الاشياء، مش عارفة ده ايه، بس هو غالبا حبر سايح من قلم حاجة زي كده، اصل ده تفسيره الوحيد بالنسبة لي، وسألت الولاد مش احنا، فانا مش عارفة بقى مين بالظبط، فحاولت اطلعه بكل الطرق مش عارفة. فلو عندكم حل ليه ياريت تقولولي،
والحيطان زي ما قلت لكم من تحت اللي هي من علامات ايد الاولاد، هتلاقوا دايما ايه علامة كف كده، مطرحه بقى اي حاجة هتلاقيها متعلمة في كل حتة، الولاد بتسند، وقعت، مش عارفة ايه، فاكتر حاجة بيمسكوها هي الحيطة في الجزء اللي هو قصادهم وقصاد طولهم. دي كانت اخر حاجة انا عملتها النهاردة، يعني زي ما انتوا شايفين كده وتحسوا ان الحاجات مش كتير، بس هي فعلا بتاخد وقت ومجهود، ولما كل ما يوم لو عملتي لك حاجتين على الاقل في الشقة هتخلصي وهتحسي ان البيت عندك بقى رايق، وان شاء الله نستعد للعواصف اللي جاية بمنتهى البهجة. يا رب يجعله يعني عام سعيد علينا، وشتا يا رب يطلع لطيف كده، وسنة دراسية سعيدة. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. مع السلامة.